السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم يا شباب؟ احنا كنا خدنا المحاضرة اللي فاتت، كانت أول محاضرة في التكنيكس بتاعة الانتجريشن. كنا خدنا في الورقة اللي أنا مديها لحضراتكم دي اللي معاكم، كنا خدنا أول خمسة رولز والإيه ومسائل عليها. النهاردة إن شاء الله هناخد من أول رول نمبر 6 لحد رول نمبر 17 مع مسائل عليها. يبقى هكمل كده في إيه؟ في التكنيكس. Techniques of the integration. زي ما حضراتكم عارفين دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر تاني محاضرة في ايه؟ تاني محاضرة في الجزء بتاع الايه؟ في الجزء بتاع الانتجريشن. طيب قبل ما اقول examples على المسائل او على rules من نمبر 6 لنمبر 17، في حاجة صغيرة عايزين نقولها. حضراتكم عارفين لو انا عندي مثلا لو انا عندي ساين 8x، ساين 8x دي لما اروح اعمل لها ديفرنشيشن، الديريفاتيف بتاعتها بيبقى ايه؟ الديريفاتيف بتاعتها بيبقى كوساين 8x تايمز ديريفاتيف الانجل تايمز ديريفاتيف الانجل اللي هي كام؟ اللي هي 8. تمام؟ طيب يبقى المقدار ده كده لو انا رايح اجيب له انتجريشن، يبقى الناتج يطلع ايه؟ يطلع ساين 8x بلس ثيتا. معايا يا شباب؟ طيب ده الايه؟ ده الرولز اللي هو رقم كام؟ رقم 7 عندكم. يبقى دايما ممكن اقولها بقى ايه؟ الرول رقم 7 اللي موجود عندكم في الورقه ده ممكن اكتبه كده. اكتب ان انا لو انا رايح اجيب الانتجريشن بتاع كوزاين حاجه، كوزاين فانكشن لازم 8 الايه دي تبقى موجوده. يعني ايه؟ يعني ديريفاتيف الانجل يبقى موجود بره، يبقى لازم بره يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الاف داش، لازم بره يبقى فيه الاف داش اللي هي ديريفاتيف الانجل. والريزلت بيطلع هو ايه؟ الريزلت بيطلع هو ساين، اف اكس هي بلس اي بلس سي. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده، اكزامبلز على ايه؟ على الرولز دي. لو انا رايح ناخد اكزامبل كده، لو انا رايح اجيب رقم 1 الانتجريشن بتاع x تايمز ساين 7x سكوير دي اكس. المثال الثاني لو انا رايح اجيب الانتجريشن بتاع 6 سكوير 3x دي اكس. احنا عارفين ان الساين الانتجريشن بتاعتها ايه؟ الانتجريشن بتاعت الساين بنيجاتيف كوزاين. بس لازم ايه يا شباب؟ لازم ديريفاتيف الانجل، دي تبقى ايه؟ تبقى موجوده بره. طيب هي ديريفاتيف الانجل دي بكام؟ ديريفاتيف 7x سكوير دي بكام؟ ديريفاتيف 7x سكوير ب14x. طب اعمل ايه؟ اجي هنا او عامل تايمز 14 وعامل ديفايدد ايه؟ ديفايدد 14. يبقى في بره 1 اوفر 14 تايمز، واشيل اللي جوه ده كله، اقول ان انتجريشن الساين بكام؟ اقول ان انتجريشن الساين بنيجاتيف كوزاين. يبقى نيجاتيف كوزاين 7x سكوير بلس a بلس c. طب المثال التاني ده اعمله ازاي؟ احنا عارفين ان التان الدريفاتيف بتاعتها 6 سكوير. طب يبقى 6 سكوير، الانتجريشن بتاعتها ايه؟ ها يبقى 6 سكوير الانتجريشن بتاعتها تان. بس لازم ايه يا شباب؟ لازم ديريفاتيف الانجل تبقى موجوده بره. طب الانجل دي ديريفاتيف بتاعتها كام؟ 3. اعمل تايمز 3 جوه وبره ايه؟ وبره 1 اوفر 3. يبقى في بره كده 1 اوفر 3 تايمز انتجريشن ال 6 سكوير ايكوال كام؟ انتجريشن ال 6 سكوير ايكوال تان. يبقى تان 3x بلس a بلس c. تمام؟ طيب ناخد كمان اكزامبل، لو انا رايح اجيب رقم 3، لو انا رايح اجيب الانتجريشن بتاع شاين روت اكس اوفر روت اكس دي اكس. نجيب الانتجريشن ده ازاي؟ طيب الانجل هي ايه؟ الانجل هي روت اكس. الانجل هي ايه يا شباب؟ الانجل هي روت اكس. المفروض ايه؟ المفروض الديريفاتيف بتاعها يبقى موجود بره. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. دي كانها انتجريشن 1 اوفر روت اكس تايمز شاين
تايمز ساين روت اكس روت اكس دي اكس. طيب حضراتكم عارفين من التيبل من الجدول اللي معاكم ده ان انتجريشن الساين من التيبل بكام؟ من التيبل انتجريشن الساين بكوساين. بس لازم ايه يا شباب؟ لازم ديريفاتيف الانجل دي ها؟ لازم ديريفاتيف الانجل دي يبقى ايه؟ يبقى موجود بره. طب هو ديريفاتيف الروت بكام؟ ها؟ فاكرين خدنا قبل كده في الديفرنشيشن ان لو عندي روت اف اكس ورايح اعمل له ديفرنشيشن الديريفاتيف بتاعه هو ايه؟ الديريفاتيف بتاعه هو 2 الروت هو ايه يا شباب؟ 2 الروت وفوق ايه؟ فوق ديريفاتيف اللي تحت الروت وفوق ايه يا شباب؟ ديريفاتيف اللي تحت الروت. يبقى ديريفاتيف الروت اكس بكام؟ 1 على 2 روت اكس وديريفاتيف اللي تحت الروت 1. يعني اعمل ايه؟ يعني اروح اعمل اضرب هنا تايمز 2 وبره في ايه؟ بره في 2. ليه؟ ديريفاتيف الروت ده بكام؟ ديريفاتيف الروت اللي جوه بكام؟ 1 على 2 روت اهي 1 على 2 روت اهي ضربت هنا في 2 وبره في 2. طب يبقى الريزلت بيساوي ايه؟ التو اللي بره دي كورسبوند هنزله زي ما هي زي ما هو كده. وانتجريشن الشاين بكام؟ ها؟ انتجريشن الشاين بكام؟ انتجريشن الشاين كوشاين كوشاين ها كوشاين روت اكس بلس ايه يا شباب؟ بلس سي اي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف اكزامبلز اخرى على الرولز دي. تعالوا نشوف مع بعض كده المثال رقم 4. لو انا رايح اجيب لو انا رايح اجيب الانتجريشن الانتجريشن بتاع e power 3x times sec e power 3x tan e power 3x e power 3x dx. الانتجريشن ده اجيبه ازاي؟ حضراتكم عارفين برضو ان السك الديريفاتيف بتاعتها ايه؟ الديريفاتيف بتاعت السك ايه يا شباب؟ الديريفاتيف بتاعت السك بسك تان. يبقى السك تان الانتجريشن بتاعتها ايه؟ يبقى السك تان الانتجريشن بتاعتها سك. بس في حاجه مهمه، لازم ديريفاتيف الانجل تبقى بره. الانجل هي ايه؟ هي اي باور 3 اكس. المفروض الديريفاتيف بتاعتها تبقى بره. طب هو ديريفاتيف اي باور 3 اكس بكام؟ هو نفسه يعني اي باور 3 اكس تايمز ديريفاتيف الباور اللي هو 3. فاعمل ايه يا شباب؟ اضرب هنا في 3 وبره في ايه؟ في 1 over 3 يبقى ده equal 1 over 3 times وانتجريشن السك تاني من الورقه بتاعت الرولز هي شبه الرول رقم كام؟ عندنا في الورقه ها؟ هي شبه الرول رقم كام؟ عندنا في الورقه رقم 10. انتجريشن السك تاني equal كام؟ equal sec equal sec e power 3x plus e plus c. تمام كده؟ تعالوا نشوف اكزامبل كمان. لو انا رايح اكزامبل نمبر 5 لو انا رايح اجيب الانتجريشن بتاع اكس سكوير تايمز كوسيك كوسيك سكوير كوسيك سكوير 4 اكس كيوب دي اكس. طيب الكوسيك سكوير دي ايه الديريفاتيف بتاع الكوسيك سكوير؟ الكوتان الديريفاتيف بتاعتها النيجاتيف كوسيك سكوير. يبقى الكوسيك سكوير الانتجريشن بتاعتها ايه؟ الكوسيك سكوير الانتجريشن بتاعتها نيجاتيف كوتان. بس لازم ايه يا شباب؟ ها؟ لازم ديريفاتيف الانجل دي لازم ديريفاتيف الانجل دي يبقى ايه؟ يبقى موجود بره. طب هو ديريفاتيف 4 اكس كيوب بكام؟ ب 12 اكس سكوير. يبقى انا محتاج هنا ايه؟ يبقى انا محتاج هنا 12. عم عامل تايمز 12 جوه وايه وديفايد 12 يبقى اقول ده ايكوال 1 اوفر 12 ها. والانتجريشن ده اجيبه ازاي دلوقتي؟ احنا اتفقنا ان الكوتان الديريفاتيف بتاعتها نيجاتيف كوسيك سكوير. يبقى الكوسيك سكوير الانتجريشن بتاعتها نيجاتيف كوتان وديريفاتيف الانجل دي بره ايه؟ ايه يبقى ده ايه يا شباب؟ ده نيجاتيف كوتان نيجاتيف كوتان 4 اكس كيوب بلس اي بلس سي. تمام كده؟ طيب في مسائل اكتر بقى حضراتكم تقدروا تحلوها فين؟ في الشيت اللي انا اديته لكم اخر مره ده اول ورقه هتلاقوا فيه مسائل كتيره على
على الايه؟ على الرولز من اول رقم 6 لحد رقم كام؟ لحد رقم 17. ودي كانت اخر حاجه في المحاضره بتاعه الاسبوع ده.